بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الثالث الاعدادي المنهج المصري الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم، شغالين في الوحدة الثانية وحدة النسبة والتناسب. ده الجزء الثاني من الدرس الثاني اللي هو التناسب. النهاردة هناخد حاجة اسمها التناسب المتسلسل. التناسب المتسلسل يعني ايه تناسب متسلسل؟ يقال للكميات ألف وباء وجيم انها في تناسب متسلسل اذا كان ألف على باء يساوي باء على جيم. ألف على باء يساوي باء على جيم. ألف يسمى الأول المتناسب، باء يسمى الوسط المتناسب، وجيم يسمى الثالث المتناسب. يبقى انا لو ضربت طرفين في وسطين هيديني ايه؟ باء تربيع تساوي الف جيم، يعني الوسط المتناسب مربع الوسط المتناسب يساوي الاول في الثالث. ممكن اكتبها كده، باء تساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي الالف جيم، زي ما احنا عارفين. برضو نفس الفكرة، انا عندي ايه؟ عندي ادي مربع الوسط المتناسب اللي هو باء تربيع، وهنا ادي الف وهنا جيم. يبقى انا لو قلت باء تربيع تساوي الف في جيم، طيب الثالث اللي هو جيم يساوي باء تربيع على الف، طيب الاول اللي هو الالف يساوي باء تربيع على جيم. معايا كده؟ خلاص، نفس الفكرة اللي احنا شرحناها في الشريحة الاولى. القانون ده مهم جدا، مهم جدا جدا، مهم جدا جدا. انا لو عندي الف وباء وجيم ودال في تناسب متسلسل، ايه معناتها في تناسب متسلسل؟ الف على باء يساوي باء على جيم يساوي جيم على دال يساوي دال، خلاص يساوي جيم على دال، يساوي ايه؟ يساوي قيمة ثابتة. كيب معلش، يساوي قيمة ثابتة ولتكن ميم، يساوي قيمة ثابتة ولتكن ميم. خلاص، القاعدة بقى المهمة جدا، حتى مش محتاج انت اثباتها ولا حاجة، ان الجيم لو بدأت بالجيم، الجيم يساوي دال ميم، الجيم ده يساوي دال ميم. طيب والباء بدلالة دال برضو يساوي دال ميم تربيع الباء. طيب الالف يساوي دال ميم تكعيب. من اهم القواعد الجزئية دي، من اهم القواعد هذه الجزئية. يبقى انا لو عندي الف وباء وجيم ودال في تناسب متسلسل، يعني الف على باء يساوي باء على جيم يساوي جيم على دال يساوي قيمة ثابتة ميم، تناسب. لو بدأت بالجيم، الجيم هيساوي ايه؟ دال ميم. طيب الباء هيساوي دال ميم تربيع. طيب الالف دال ميم تكعيب. ليه كده؟ يبقى انا جبت كل المتغيرات بدلالة دال بس، يبقى اقدر اطير دال مع دال واقدر اجيب الايه؟ واقدر اجيب زي ما هنشوف في المسائل القيمة اللي عايزها اهو. بيقول لي يوجد الوسط المتناسب بين 3 و27، يبقى الوسط المتناسب اللي هو ايه؟ باء. نفرض الوسط المتناسب باء، يبقى باء تربيع تساوي 3 في 27، يعني الباء يساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي. 3 في 27 بكام؟ ب81. يعني الباء يساوي ايه؟ زائد او ناقص كام؟ زائد او ناقص 9، زائد او ناقص 9. بقول إذا كان باء وسطا متناسبا بين ألف وجيم، فاثبت أن ألف تربيع زائد باء تربيع على باء تربيع يساوي ألف جيم. يبقى أنا إيه؟ عندي ألف وباء وجيم في تناسب متسلسل. طالما قال لي وسط متناسب يبقى متناسب، تناسب متسلسل، يعني معناته إيه؟ ألف على باء يساوي باء على جيم يساوي ميم.
يعني الباء يساوي جيم ميم، والالف هيساوي جيم ميم تربيع. مهمة جدا اللي احنا قلنا اتفقنا عليه. اعوض بقى، يبقى الطرف الايسر يساوي الف تربيع، الف بكام؟ بجيم ميم تربيع، يبقى جيم ميم تربيع الكل تربيع زائد باء تربيع جيم ميم الكل تربيع على باء تربيع بجيم ميم تربيع زائد جيم تربيع جيم تربيع ملهاش، يبقى يساوي خلاص، هيبقى جيم تربيع ميم أس 4 زائد جيم تربيع ميم تربيع على جيم تربيع ميم تربيع زائد جيم تربيع يساوي. اما اخد هنا اخد ايه اعمل مشترك، اخد جيم تربيع ميم تربيع، يبقى جيم خلينا ناخد ايه ناخد جيم تربيع بس، جيم تربيع ميم اس 4 زائد ميم تربيع على جيم تربيع ميم ميم تربيع زائد 1، الجيم تربيع مع الجيم تربيع يبقى اعطاني ايه بقى؟ اعطاني هنا ميم اس 4 زائد ميم تربيع على ميم تربيع زائد 1، ميم تربيع زائد 1. طيب لو انا اخدت ميم تربيع فعلا هنا من ميم تربيع، يبقى ميم تربيع هيتبقى ميم تربيع زائد 1 على ميم تربيع زائد 1 راحوا مع بعض، يبقى هيدينا ميم تربيع، يبقى الطرف اليمين اعطاني ميم تربيع. طيب نمسح بقى، طيب الطرف الشمال احنا قلنا الف على باء تساوي باء على جيم يساوي ميم، الباء يساوي جيم ميم والالف يساوي جيم ميم تربيع. طيب نعوض بقى في الطرف الايسر، الطرف الايسر الف بكام؟ بجيم ميم على الالف جيم ميم تربيع، معلش الجيم جيم الجيم مع الجيم يبقى ادينا ميم تربيع يساوي الايمن وهو المطلوب. خطوات سهله وما فيهاش اي مشكله خالص. يبقى انا هنا عملت التناسب الف على باء يساوي باء على جيم يساوي ميم، باء يساوي جيم ميم، والف يساوي جيم ميم تربيع. خلاص اعوض بقى، اخد الطرف الايمن واعوض هيطلع بقيمه، واخد الطرف الايسر هيطلع بقيمه، هتلاقي القيمتين متساويتين. نشوف مثال تاني بيقول اذا كان 7 وسين وواحد على صاد في تناسب متسلسل فان سين تربيع صاد تساوي. طيب تناسب متسلسل معناتها ايه؟ يبقى 7 على سين يساوي سين على واحد على صاد، اكتبها كده عشان طالما الكسر اللي تحت كسر اكتب علامة على زي كده، يبقى يساوي 7 على سين تساوي هيبقى سين في صاد على واحد، يبقى سين في صاد على واحد يعني 7 على سين تساوي سين في صاد. هو عايز اضرب طرفين في دي واحد، اضرب طرفين في وسطين في وسطين، يبقى سين تربيع صاد تساوي ايه؟ 7 في 1 ب 7، يبقى سين تربيع صاد تساوي 7. طيب نمسح. الوسط المتناسب للكميتين دول هو الوسط المتناسب، يعني ايه؟ يبقى نفرض الوسط المتناسب هو باء، يعني باء تربيع هيساوي حاصل ضرب دول، يبقى 9 س تربيع ناقص 25 ص تربيع في 3 س زائد 5 ص على 3 س ناقص 5. شكل المسألة ما يرعبكش خالص، شكل المسألة ما يرعبكش، انا بشوف المسألة واقعد افكر فيها وما تترعبش من المسألة وتقول دي مسألة صعبة ومسألة مش عارف ايه. لا انا باء تربيع، اخد الجزئية جزئية، ادي الجزئية الاولى انا شايف ان دي ايه؟ فرق بين مربعين، يعني انا ممكن اقول ايه؟ 3 س ناقص 5 ص الكل، مظبوط كده، 3 س ناقص 5 ص في 3 س زائد 5 ص، ما هي فرق بين مربعين، مربع ناقص مربع فرق من مربعين يساوي 3 س زائد 5 ص على 3 س ناقص 5 ص، 3 س ناقص 5 ص مع 3 س ناقص 5 ص، يبقى هنا باء تربيع تساوي ايه؟ 3 س زائد 5 ص، الاثنين هيبقى تربيع، لان 3 س زائد 5 ص و3 س زائد 5 ص يبقى تربيع، يبقى باء
هتساوي لو انا اخدت الجذر يبقى 3 س زائد 5 ص، يبقى دي قيمه ايه؟ قيمه الباء. قيمه الباء لو انا اخدت الجذر التربيعي للطرفين. فبيقول اذا كان الف وباء وجيم في تناسب متسلسل اثبت ان. طيب انا هاخد الايه الاولانيه ديت، ولا انا هاخد التانية؟ انا هحل المسألة ديت وانت حل المسألة، وقف الفيديو وحل المسألة دي. يبقى الف، طالما الف وباء وجيم في تناسب متسلسل معناتها ايه؟ الف على باء يساوي باء على جيم يساوي ميم، يبقى الباء يساوي جيم ميم، والالف يساوي جيم ميم تربيع بالتعويض الطرف الايمن هيساوي، خلينا نكتب يساوي هنا ألف تربيع، يبقى جيم ميم تربيع الكل تربيع، زائد ألف باء يبقى جيم ميم تربيع في باء جيم ميم، زائد باء تربيع يعني جيم ميم تربيع على باء تربيع جيم ميم تربيع، زائد باء جيم باء جيم ميم، يبقى في جيم، معلش في جيم، زائد جيم تربيع ما فيهاش مشكلة. خلاص يبقى نفك كده ونروق الموضوع. جيم ميم تربيع يبقى جيم تربيع ميم أس 4، زائد جيم تربيع ميم أس 3، زائد جيم تربيع ميم تربيع على جيم تربيع ميم تربيع، زائد جيم تربيع ميم، زائد جيم تربيع. لو انا اخدت من فوق جيم تربيع، ناخد من فوق ايه؟ جيم تربيع ميم تربيع، يبقى جيم تربيع ميم تربيع ايه اللي باقي هنا؟ ميم تربيع زائد ميم زائد واحد على، اخد من هنا جيم تربيع، هيبقى ميم تربيع زائد ميم زائد واحد، ده راح مع ده والجيم مع الجيم، يبقى يساوي ايه؟ ميم تربيع. يبقى الطرف اليمين اعطاني ميم تربيع، افتكر، معلش همسح. نشوف الطرف الايسر، يبقى الطرف الايسر انا عندي ايه؟ عندي باء تساوي الف على باء يساوي باء على جيم يساوي ميم، باء تساوي جيم ميم، وألف يساوي جيم ميم تربيع. طيب الطرف الأيسر ألف تربيع، يبقى جيم ميم تربيع الكل تربيع ناقص باء تربيع جيم ميم الكل تربيع على باء تربيع جيم ميم الكل تربيع ناقص جيم تربيع زي ما هي، يبقى يساوي هنا هيبقى جيم تربيع ميم تربيع ميم أس 4 ناقص جيم تربيع ميم تربيع على جيم تربيع ميم تربيع ناقص جيم تربيع. هناخد من فوق جيم تربيع ميم تربيع فوق، هيدينا ايه فوق؟ ميم تربيع ناقص واحد على، هاخد من هنا جيم تربيع هيدينا ميم تربيع ناقص واحد، ميم تربيع ناقص واحد مع ميم تربيع ناقص واحد، الجيم تربيع مع الجيم تربيع هيساوي ايه؟ هيساوي ميم تربيع، وهو المطلوب يبقى الطرفان متساويان. وقف الفيديو وحل انت المثال رقم واحد. طيب مثال تاني، اذا كان الف وباء وجيم ودال في تناسب متسلسل، ايه معناتها؟ يبقى الف على باء يساوي باء على جيم يساوي جيم على دال يساوي ميم، يبقى الف هتبقى ايه؟ دال ميم تكعيب، وباء دال ميم تربيع، وجيم دال ميم. ناخد بقى الطرف الايمن، الطرف الايمن يساوي، ادي شرطة الكسر، ألف بكام؟ ألف دال ميم تكعيب ناقص دال، دال زي ما هي. طيب ألف هنا دال ميم تكعيب زائد باء دال ميم تربيع زائد جيم دال ميم، أخد من فوق دال هيتبقى ميم تكعيب ناقص واحد على ميم، أخد من هنا دال ميم هيتبقى ميم تربيع زائد ميم زائد واحد، الدال مع الدال. طيب
هنا ده لما فرق بين مكعبين يبقى ميم ناقص واحد. بعد كده القوس الكبير اربع ميم تربيع، اغير الاشارة، زائد اضرب ميم، بعد كده ايه اربع يبقى واحد، على ميم في ميم تربيع زائد ميم زائد واحد، ده راح مع ده هيدينا ايه ميم ناقص واحد على ميم، ده الطرف الايمن، ميم ناقص واحد على ميم، افتكرها خلاص نمسح. طيب هنا في تناسب متسلسل، معلش هنضطر نكتبها تاني، يبقى ألف على باء يساوي باء على جيم يساوي جيم على دال يساوي ميم، يبقى ألف يساوي دال ميم تربيع، باء يساوي دال ميم، وجيم يساوي دال ميم تربيع، دي دال ميم. طيب يبقى الطرف الأيسر ألف بكام؟ ألف دال ميم تربيع ناقص اتنين باء بدال ميم تربيع زائد الجيم بدال ميم على ألف دال ميم تربيع ناقص الباء بدال ميم، دي دال ميم تكعيب، دي دال ميم تكعيب، دي دال ميم تكعيب الألف، دال ميم تربيع، يبقى دال ميم تكعيب ناقص دال ميم تربيع. طيب يبقى فوق ممكن اخد ايه دال ميم عامل مشترك، دال ميم عامل مشترك، هيتبقى دال ميم، يبقى هنا ميم تربيع ناقص اتنين ميم زائد واحد على هنا دال ميم، ويبقى اخد دال ميم، دال ميم تربيع عامل مشترك، هيتبقى دال ميم تربيع يبقى ميم ناقص الواحد، الدال مع الدال والميم مع التربيع، يبقى فوق ممكن احلل، يبقى ناقص واحد في ناقص واحد، يبقى ميم ناقص واحد في ميم ناقص واحد على ميم في ميم ناقص واحد، ده مع ده يبقى يدينا ايه ميم ناقص واحد على ميم، اعتقد ده هو الحل الطرف الايمن اللي احنا جبناه، يبقى انا اثبتت له كده المسألة، يبقى تقول له من واحد واثنين الطرفان متساويان وهو الايه وهو الحل. اتمنى يكون الدرس مفيد بالنسبة لك، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.